بين الحين والآخر تتصدر سياسة الهجرة الأجندة الأوروبية مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر يقتصر في كل مرة على مجرد إصدار بيانات أو تصريحات تشير إلى ارتفاع أعداد المهاجرين إلى دول الاتحاد. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أطلق ناقوس الخطر داخل بلاده بإعلانه أن صافي من وصلوا إليها بلغ 606,000 شخص خلال العام الماضي فقط، وأن حكومته ستعمل على خفض أعداد المهاجرين خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن المملكة المتحدة عانت خلال العام الحالي من ارتفاع نسب التضخم التي دفعت آلاف العاملين إلى احتجاجات لم تشهدها البلاد من قبل. وبالتوازي مع تصريحات سوناك، كان وزير داخلية ألمانيا والنمسا على موعد في برلين للاتفاق حول آليات لتقليل نسب الهجرة المتدفقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فازر إلى أن سياسة الباب المفتوح للاتحاد تعرض أوروبا للخطر، وطالبت بتنفيذ ضوابط على الحدود الأوروبية لتجنب تكرار تدفق اللاجئين كما حدث في الأعوام السابقة، بينما شدد وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر على ضرورة كبح جماح اللجوء والهجرة إلى أوروبا دون إساءة معاملة اللاجئين. أما على أرض الواقع فلا تزال أمواج البحر المتوسط ترسل مراكب الهجرة إلى الشواطئ الأوروبية وخاصة إيطاليا، حيث أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية إنقاذ أكثر من 650 مهاجراً بينهم 50 قاصراً في منطقة وسط البحر المتوسط عن طريق سفينة تابعة له، وقامت بإيصالهم إلى مقاطعة ريجو كاليبريا جنوبي البلاد. وهكذا يبقى ملف الهجرة غير الشرعية كابوساً يؤرق قادة القارة العجوز دون الوصول إلى خطوات فعلية تساهم في حل الأزمة من جذورها.